التاريخ اللي نحن نباع مجبور مش يكون عندي واحد برك احتياط. مش يكون اسمه مش مشكلتي. مش يكون إيك غيلان رقيعي جلاسي كذا. يعني هذه اختيارات ندخل فيها. عندي مجموعة لباس بها متقاربين في المستوى. لكن لازم نحسب الأمر. ما عندي خمسة لاعبين محور مثلا. لابد نستعملهم ثلاثة. سلام يعني ما فيش يعني هم متقاربين في المستوى. وربما لو نغير لاعب وندخل لاعب آخر حسب الظروف حسب المعطيات اللي تصير. يعني المهم بالنسبة لي المهم الفريق ما يتأثرش. الأسماء يعني تعني لي شيء فيما يخص الأجانب طبيعي جدا إنهم لابد بشيبذ يعني مجهود أكثر حتى يبرزوا. لكن لما لاعب يحس بروحهم على ماهوش قريب من التشكيلة الأساسية ماهوش كذا عادي جدا في بعض الأحيان تشوفوا معناها هبط يديه. لكن خاصة كانوا قريب ماركاتو إلى آخره. وهذاك علاش أنا نتحفظ في بعض الأسئلة وبعض الأجوبة لأنه ما نحبش نظلم الناس. نجم يكون أنا غلطت في حق لاعب لأن مثل ما قلت لك لأنه الاختيارات عندي العدد متاع في مركز واحد سيسوكو بولبوا يدوك هذا الأجانب برك بخلاف يعني اللاعبين المحليين متاعنا. فالاختيارات يجب مش نحسمها وما نجمش نوصل باش نحسم الأمر هذا لأنه كما تعرف ودخلنا معناها في 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 صلب الموضوع مباشرة. فتنجم تكون هناك يعني أخطاء ما نجمش ننكر هذا لأنه كما قلت لابد أنا في نحسم الأمر بدون أن بتأثر معناها النتيجة بتاع الفريق. اللي يبرز أكثر هو اللي يستغل معناها الفرصة اللي جيه هو اللي معناها بطبيعة نجم نتمشى معه ونتعامل معه. لكن مش كون حسمت أمري بديت نقرب لكن نجم تكون يعني هنالك يعني بعض الأخطاء اللي موجودة ناتجة على عامل الوقت وعامل ربما كما قلت اللاعب يعني ما تحملش الشيء أكثر يعني ما تحملش يعني الوضعية اللي هو فيها وضحها أكثر وحب يبرز أكثر وربما تقصير منا احنا شوية نظرا لضيق الوقت وحتى الحصة التدريبية ما تعطينيش معناها فكرة صحيحة 100% مباراة ودية ما تعني لي شيء زادة يعني مش تعني لي شيء بالتمام والكمال. لكن أهم شيء لما يكون الواحد في مباراة رسمية نجم نحكم عليه كأفضل ما يكون. فريق متاعنا لحد الآن معناها الأمور ماشية لكن اللي بشكموا به يعني شيء صعب شوية. نجم تكون هناك تعزيات نجم تكون ما تكونش.